مع ولا ضد إجراء اختبارات نفسية للمعلمين قبل العام الدراسي وتوفير كورس تأهيل نفسي للمعلمين للتعامل مع الطلاب؟ أكيد طبعا مع، لازم، لأن أنت بتسلم ابنك أو بنتك لواحد هو اللي بيمسك العقلية بتاعته، وأهم حاجة في الإنسان العقلية، فأنت بتديله أمانة، هل هو مؤهل ولا مش مؤهل؟ خصوصا في الفترة الأخيرة احنا شفنا مشاكل كتير ظهرت ما بين حالات تحرش وغيره وغيره وغيره، سواء في البيت أو في المراكز الخاصة أو في كده، فأنت محتاج يبقى هو فعلا نفسيا مدرك هو إزاي يتعامل مع الطفل. لأن مفيش تعيينات جديدة دلوقتي، فكلهم تقريبا من 2016 آخر تعيين، فكل الكبر، فمحتاجين دعم شوية. هو طبعا يعني دي حاجة بتبقى مفيدة للطلبة عشان يعرفوا يتعاملوا معاهم، لأن أكيد دماغ الطالب ما بتكونش نفس دماغ المدرس، فده اللي بيخلق جاب كبيرة ما بينهم. لا أعتقد طبعا مع طبعا بكل قوة، لأن المدرس أعتقد هو أهم حد في المنظومة التعليمية، فأعتقد لازم المدرس يخضع لحاجات زي كده نفسية بما يؤهله أنه يتعامل مع التلاميذ، أعتقد لازم يعني. فأي مهنة في الدنيا كل الكورسات التدريبية بتصب في صالح المهنة نفسها، بتصب في صالح المعلم أنه هو يتعلم إزاي قواعد المهنة الجديدة، الدنيا بتتطور، طول ما هو ما بيحصلش على تدريب فأكيد بيفضل محلك صرف في نفس المستوى، مش هيحصل تطوير للمستوى. لا أنا مع طبعاً أن يبقى فيه تأهيل للمدرسين سواء على المستوى النفسي أو كمان على المستوى التربوي، إحنا كمان المدرس مهم أنه يشوف التعليم في العالم وصل ازاي، والتدريس مهنة او حرفة التدريس نفسها وصلت ازاي ونتحرك معاها. لا مع طبعا، لان مش كل المدرسين يعني بيعلم مظبوط، يعني ما بيديش تعليم مظبوط، فهو لازم يتعلم الاول عشان يعلم الطفل، فلازم تأهله الاول، نوفر كورسات مادية ونأمن المدرس ماديا وبعد كده نفسيا، بس اهم حاجة ماديا عشان يعرف يشتغل كويس. زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا ان في اجماع ان لازم المدرس يتعمل له اختبارات، وان لازم المدرس كمان يبقى دايما على علم ووعي كافي جدا باللي بيحصل في الدراسه بره مصر وخارج، يعني بره مصر وجوه مصر كمان، علشان يبقى دايما ملم بكل المعلومات، ملم بكل الجديد، عشان اهم حاجه في المدرس فعلا العقليه، عشان العقليه هي اللي بتتعامل مع الاطفال والطلاب الصغيرين اللي ما لهمش اي ذنب لو المدرس ده عنده خلل معين، وده عمره ما كان عيب، بس العيب ان احنا نبقى عارفين ده ونتمادى في الغلط وننقل ده للاطفال، ونبقى كده في عقد مش هننتهي ونخلص منها ابدا. طيب يعني قولي لي بقى كده اخر حاجه، انه انا ازاي، نصيحه اخيره للمدرس اللي بيعاني من شيء معين، بدل ما يطلع العقده دي على الطفل، ازاي انا اقدر ان انا اتعامل مع نفسي وان انا ما انقلش العقده دي للطلاب او للاطفال اللي عندي في الفصل؟ يعترف بس ان هو عنده مشكله. اعتراف بس، يعترف ان هو عنده مشكله. في مدرسين كتير لا انا ما عنديش مشكله، هم العيال المستفزين، هم اللي بيخرجونا عن شعورنا. طب ما احنا عيالنا في البيت هيخرجونا عن شعورنا، هنعمل فيهم ايه؟ هنعمل فيهم اللي لما يكبروا هيعملوه في المجتمع، فالمجتمع هيدي علينا احنا كاباء وامهات. الولد ده خارج من بيت غير سوي، كلنا بنعاني من ده، فاحنا لما نمسك المشكله من جذورها احنا بنحل مشاكل كتير فيما بعد. فهو بس يعترف ان عنده مشكله عشان يبدا يحلها، يبدا ياخد اجراءات انه يحلها، مش عيب ومش اهانه خالص ليا كمعلمه لما اعرف ان انا عندي مشكله في نقطه او اتنين وابدا احلها، عندي زي ما بعرف ان انا عندي مشكله في لغه معينه وعايزه انميها اروح اخد عليها كورسات، ايه المشكله لما اعمل ده؟ طيب بس يعني صح. دكتور طلعت تعليق اخير من حضرتك. هو طبعا وقت ما يكون عندي مشكله لازم اكون عندي توفير الرعايه الكامله ليا، اكون محتاج ان اجري بسرعه على حل المشكله دي. ساعات ما بيكونش مدرس مستبصر بالفكره دي، ما بيكونش مقتنع بالفكره دي. انا شايف لو احنا عندنا تقييمات بالفعل موجوده هيكون في نوع من انواع الالزام، ان انت وقت ما تكون مش قادر بالفعل تخش الحصه، او وقت مش انت دلوقتي مش قادر، عندك بالظبط زي ما يكون اجازه مرضيه، فانت محتاج برضه فتره العلاج النفسي دي تكون فتره اجازه مرضيه، مش لازم يكون مريض بالكامل، ممكن يكون بس محتاج شويه تنميه مهارات شخصيه، ازاي يتعامل مع طفل، ممكن يكون شاطر جدا في مرحله تعليميه ثانيه غير الطفوله، على حسب الشخصية نفسها. وخاصة المهنة دي بحسب الدراسات مهنة التدريس من المهن اللي بتأثر جدا نفسيا على المدرس. يعني ممكن يكون واحد سليم جدا وساوي وداخل المهنة وكويس جدا، بس نتيجة الاسترس والضغط بيحصل تعب ليها. مظبوط، لأنه كل يوم يوميا بينزل يتعامل وكل يوم بيشوف الأطفال.